عندهم اليوم، وحنا رانا داير اليوم في إطار المطالبة بإطلاق سراح كاع المسجونين بتوقيف القمع وكل الممارسات القمعية في الجزائر، ونطالبوا برفع كل القيود وكل التدابير اللي راهي تمنع الممارسة الفعلية للحرية الديمقراطية في الجزائر. وهذا يعني يعني المسألة أصبحت أولوية من الأولويات، لأننا أمام هجمة من طرف السلطة القائمة، السلطة الفعلية، لو بوفوار دو فات اكومبلي. يعني الجزائر العاصمة تقريبا راهي تحت حالة حصار، باش ماهوش ممكن باش ندخلوا لها. المتظاهرين يعني ما عدا الاوقات وين الشعب يلحق شويه، يعني اللي يجي شويه بكري واللي يقعد دركا مور المظاهرات يعني يقدر يعتقل، وهذا شيء غير مقبول، هذا شيء غير مقبول، خاصه وان هذه السلطه وهذه الدوله وهذا الممثلين تاعها فيما فيهم العسكريين ماهوش ممكن يقولوا نتكلموا على حوار، ماهوش ممكن يقولوا رانا مع الحراك ولا يطالبوا بحوار وفي نفس الوقت احترام يعتقلوا في الحراك، في نفس الوقت راهم يعتقلوا في المتظاهرين، في نفس الوقت راهم يعتقلوا في المناضلين اللي عندهم اراء ماهوش غير المتظاهرين. واليوم كما شفتوا كاين شبكه اللي رانا من بين الاعضاء تاعها، يعني الشبكه هذه الريزو هذا اللي شفناه اليوم اللي لازم نكونوه باش نوقفوا مع الضحايا، وباش الشعب الجزائري يفهم بلي القضيه تاع المعتقل هي قضيه تاعو، ولازم كامل يعني يكونوا متضامنين في هذه القضيه. ويوم 5 جويلية القادم الجمعة الجاية، ماذا بينا الجمعة الجاية في كل الولايات في الجزائر نكونوا يعني شغل دوزيام سوفل نتاع الحراك، يعني الحراك يعاود يتبعث من جديد بقوة أكبر لي في يعني كأولوية، يطالب بإيقاف القمع، كل أشكال القمع، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والشبان المتظاهرين، ورفع كل القيود وكل العراقيل على الممارسة الفعلية للحرية الديمقراطية في هذه البلاد. هذو هما يعني المسائل الأساسية. وحنا من جهة أخرى مع الأحزاب تاع القطب الديمقراطي درنا لهم اقتراح البارح، البارح في الاجتماع درنا لهم اقتراح باش يوم 5 جويلية كل هذه الأحزاب الديمقراطية وكل التنظيمات تاع المجتمع المدني تعبأ وتشارك بقوة باش 5 جويلية القادم يكون بعث جديد.